متابعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه السي علي لطفي من أجل مناقشة مشروع تقنين مادة الكيف الذي أثار في الأونة الأخيرة جدلا واسعا. السي علي لطفي مرحبا بك. السي علي، 50 سنة ونحن نتكلم على تقنين مادة الكيف، ولكن فجأة يعني تفجر هذا الملف من جديد، علاش في رأيك؟ وبكل صراحة هو المجتمع المدني المغربي نظرا لعدة تطورات ديال التعاطي مع الفلاحين الصغار المزارعين لنبتة الكيف بالمغرب، المتابعات ديالهم بالطبع كذلك لواحد العدد كبير منهم تم حرق أراضيهم، وكان فيهم البعض هرب من العدالة، بمعنى أنه ما يزيد على تقريبا 30,000 عائلة اللي هي كتشتغل في هذا المجال ديال زراعة نبتة الكيف أو القنب الهندي، تعاني الأمرين ولا تستفيد بتاتا من مداخل هذه النبتة، باعتبار أن المتاجرين في المخدرات هم الذين يستفيدون وليس المزارعين البسطاء الذين يعيشون في الجبال ويتابعون من طرف السلطات. المجتمع المدني خاصة أنه الذي يتابع تطورات هذه نبتة الكيف على المستوى الدولي، في الوقت اللي فيه واحد العدد ديال الدول والآن تقريبا ما يزيد على 60 دولة عملت على إضفاء الشرعية على زراعة القنب الهندي أو نبتة الكيف لأغراض طبية، المغرب الذي يعتبر من أكبر دولة في العالم مصدرة للمخدر من نبتة الكيف، فيه الملاحظ أنه ممنوع بقوة القانون ومن يقوم بزراعته يتابع، لكن نحن أمام واقع مختل، هناك من يتاجر بنبتة الكيف ويحصل على أموال طائلة، هناك مزارعين بسطاء هم الحلقة الأضعف في هذا المجال. لهذا كان المجتمع المدني يتحرك لإعادة النظر في التعاطي مع هذه النبتة القنب الهندي من أجل تقنينه، حماية الفلاحين، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها لاستخلاص ما يتم زراعته وبالطبع من خلال واحد القانون لاستعماله لأغراض مشروعة. هذا الشيء راه بكري ماشي عاد اليوم، لكن اليوم بالطبع أمامنا تطورات جديدة على المستوى الدولي وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة، بمعنى أنه بعد خبراء منظمة العالمية للصحة حصلوا أو تم بالطبع بناء على أبحاث علمية خلصوا إلى أن نبتة الكيف أو ما يسمى بالقنب الهندي ممكن استعماله لأغراض طبية أو أغراض مشروعة أخرى تتعلق بالمستحضرات التجميل، بصناعة بعض الأشياء المتعلقة بالسيارات، بصناعة مختلفة خارج استعماله كمخدر. وهذا اللي جعل أن هذا التطور بالطبع يأخذ هذا النقاش اليوم اللي صبح بالنسبة للمغرب، من المغرب اللي بالطبع منين صادقت الأمم المتحدة وكذلك منظمة العالمية للصحة على استعمال هذه النبتة ديال الكيف لأغراض طبية خاصة ولأغراض مشروعة. الحكومة المغربية أو الدولة المغربية كانت حاضرة في هذا الاجتماع، بمعنى الدورة اللي كانت في جنيف، وصادق من الدول 53 اللي صادقوا على قرار تقنين نبتة الكيف أو القنب الهندي والإزالة دياله من جدول ديال ما يسمى بلا ليست دي ستوبيفيون، بمعنى انه ما بقاش محسوب على المواد المخدره الصلبه او السائله، بمعنى انه خرج وممكن استعماله لاغراض طبيه او اغراض اخرى مشروعه. المغرب صادق على هذا القرار، وهذا اللي جعل انه اليوم بدا النقاش في الموضوع أكثر مما كان عليه بعد ما كان المجتمع المدني سباق، بعد ما كانوا بعض الأحزاب السياسية ومنهم برلمانيين الذين كذلك دفعوا على إعادة النظر في التعاطي بقانون 1954 الذي يحرم ويمنع هذا القانون. البعض يقول بأن جوج الأحزاب اللي غتستافد من تقنية مادة الكيف هما حزب الاستقلال والأصل والمعاصرة، أشنو الرد ديالك؟ أنا أعتقد هذا غير صحيح بتاتا. أنا هذا الملف بالضبط
يجب إبعاده عن الحسابات السياسية. أولاً لا 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 حزب الاستقلال ولا حزب الأصالة والمعاصرة ولا العدالة والتنمية ولا غيرها من الأحزاب يجب أن تترفع على موضوع يتعلق بقرار أممي وناتج عن توصية لمنظمة الصحة العالمية. هذا ما خصش فيه المزايدات السياسية. كان ممكن تكون فيه المزايدات السياسية قبل صدور هذا القرار ديال الأممي، بمعنى أن المغرب اليوم الدولة المغربية ولا شي الحكومة، الدولة المغربية اليوم حاضرت في اللجنة التي صادقت على قرار تقنين نبتة الكيف أو القنب الهندي، بمعنى آخر لم يعود المجال موضوع بعض الحسابات السياسية المتعلقة بأصوات انتخابية، بمعنى أن هاد الناس ديال الريف أو جبال الريف الذين يشتغلون في المجال الزراعي، بمعنى هاد الأسر الفقيرة البسطاء هما اللي كيشتغلوا في هذا المجال، راه غادي أصوات ديالهم راه غتطلع حزب الاستقلال أو غتطلع حزب الأصالة والمعاصرة. أنا أعتقد الأستاذ بن كيران الذي هو هدد بالاستقالة من حزبه إذا تم التصويت على مشروع قانون الذي كان منتظرا أن يعرض على البرلمان والمتعلق بتقنين نبتة الكيف أو القنب الهندي لأغراض مشروعة وخاصة أغراض طبية، نعتقد كان على الأستاذ بن كيران أن يفتي في المجال الديني، أن يفتي في المجال السياسي ويجتهد. أما هذا موضوع يهم خبراء في المجال، خبراء في الطب مثلا الأستاذ الخبير عندنا في المغرب وهو الأستاذ بالطبع البروفيسور جلال. البروفيسور جلال توفيق، وكذلك خبراء آخرين في نفس الميدان اللي هما بالطبع عندهم إلمام أكثر بالأهمية ديال هاد النبتة لأغراض طبية، خاصة إذا علمنا أنه الآن هاد النبتة ديال الكيف تنستخرجوا منها واحد المواد متعددة بدون الحديث على الأسماء ديالها اللي تصلح العداد ديال بما فيها محاربة السرطان أو ما يسمى بالعلاج التلطيفي. العلاج التلطيفي راه ما كاينش عندنا في المغرب، راه دابا اللي امر الناس اللي مرض بالسرطان كيجيهم واحد الالم كبير جدا، وحنا العلاج التلطيفي ما كاينش، وهذه الماده بالضبط ديال الكيف ممكن انها تستعمل لعلاجات تلطيفيه. لهذا نعتقد حسابات سياسيه ضيقه، ونتمنى حتى هذوك الناس المزارعين اللي غيشتغلوا في هذا اسيدي ما يصوتوا على حد كاع، لانه اللي مهم هو ماذا سيجني المرضى المغاربه، ماذا ستجني من ورائه الدوله المغربيه والخزينه ديال الدوله المغربيه وماشي الاحزاب السياسيه. وقع واحد الارتباك على مستوى المصادقات تاع المشروع تاع تقنين ماده كيف، علاش؟ هو اعتقد وهذا يسائل المجتمع السياسي والحكومه، كيف تراجعت الحكومه عن عرضه على المؤسسه التشريعيه اي البرلمان؟ واش بسبب تهديد الاستاذ بن كيران رئيس الحكومه السابق هذا اللي جعلها انها ترجع للوراء، او رئيس الحكومه طلب بتأني نظرا لان كان النقاش في البرلمان على القاسم الانتخابي ولات فيه واحد النوع ديال محاوله البحث عن مخرج؟ نعتقد انه هذا بالضبط هذا الملف لا علاقه له. انا اقول احيي الاستاذ بن كيران عندما يقول انه غير متفق مع قانون الاطار المخصص بالتعليم، هذا قراره ومن حقه يقولها، لان احزاب اخرى قابلة لإدخال مواد علمية وبلغات أخرى، هو كان ضد فرنسة التعليم، هذا من حقه. كذلك يتحدث عن القاسم الانتخابي ويكون ضد إلا هو وحزبه. أما فيما يتعلق بنبتة الكيف هذا قرار ديال الأمم المتحدة، هذا قرار خبراء في مجال الطب والعلوم الذين قاموا بحذف نبتة الكيف من الجدول الأربعة بأنه لم يعد مخدرا، اني بلو كونسيديري كوم ستيبيفيون، بمعنى انه ممكن المغرب مادام الدوله المغربيه هي اكبر دول التي تنتج نبته الكيف ممكن انه خزينه الدوله، ونحن نعرف الان عده دول التي تستفيد، راه الناس جاوا خداو نبته الكيف من المغرب وداوها واستعملوها عندهم ولات زراعه وتنتجوا وتربحوا منها ارباح ملاير.
لن أتحدث على الدول لأنها كثيرة، اليوم هولندا، ألمانيا، إسرائيل، التي اليوم تجني أموال طائلة من خلال نبتة الكيف التي أخذت من المغرب وتم زرعها هناك وتستعمل لأغراض طبية وليس للتخدير. لهذا ما خصناش نضيعوا البلاد من واحد بحال قلنا وزيتارغان كنا كنحتقروه، الآن زيتارغان ماذا يجني به في الليكوسميتيك؟ كذلك ناخذ غير السائل ديال ما يسمى بالهندية، الآن كيف التطور العلمي والبحث العلمي تبت بأن في هذه الهندية مادة مهمة جدا في مستحضرات الجميل والثمن ديالها غالي تصدر لأمريكا. لماذا كذلك؟ هالثروة اللي عطينا الله في هذه البلاد، ما عندناش البترول ولكن عندنا مواد ثروات مهمة جدا ممكن استعمالها لخيرات هذا الوطن ولصحته. بماذا تفسر الرأي المخالف تاع الحزب العدالة والتنمية علما واش ما مستحضرينش هذه المسائل العلمية التي تتحدث عنها؟ هذا هو اللي تيطرح السؤال، لماذا الاعتراض على قرار لجنة خبراء أممية ومنظمة عالمية للصحة قالت لينا ودي راه هاد لو فاكسان ديال سينوفارم وهاد لو فاكسان بمعنى اللقاح ديال أسترازينيكا وهذا اللقاح راه كنقول لكم بأنه راه دي جودة وصالح بمعنى راه خارج على المنظمة العالمية للصحة، بمعنى أننا نثق في المنظمة العالمية للصحة وفي خبرائها في اللقاح، فلما لا كذلك لا نثق في قرار وخبراء المنظمة العالمية للصحة واللجنة الرابعة للأمم المتحدة التي ألغت وحذفت نبتة الكيف من جدول الأربعة المتعلق بالمخدرات، أن نقول لها لا راك غلطتي، احنا هذا راه الكيف اللي عندنا في المغرب راه مخدر. وحيت كنعرفوا بأن 40 ما بين 40 حتى 60 دولة اليوم تنتج وتقوم بصناعة عدة مجالات بالنسبة من هذه النبتة الكيف، إلى درجة أنه البعض يستعمله كمواد غذائية لأنه غني بالفيتامين أو والبيدوز، مواد غذائية أساسية هذيك الزرعة ديالو، كاين اللي كيطحنها وكيستعملها كمواد غذائية مكملة. علاش؟ لأنها فيها مضادة للأكسدة، فيها الفيتامين أو والبيدوز واللي ما كنوجدوهاش في بعض المواد الغذائية أخرى. الواحد كيستعملوا البناء، واحد كيستعملوا مستحضرات جميل، ولكن الأدوية أثبتت عدة جهات، كندا، ألمانيا، هولندا، دول سكندنافيا بالإضافة لدول أخرى، أثبتت على أن هذه النبتة فيها مواد صالحة لأمراض مزمنة وكذلك للوقاية من أمراض، بل أهم في شيء السرع ديال الأطفال واللي تتبع واحد المجموعة ديال التجنجات، هذاك السرع لدى الأطفال بنبتة الكيف مادة معروفة بلا الأسماء ديالها أنها صالحة لعدة أمراض، وكذلك بالنسبة للعلاجة التلطيفية وأنا هضرت عليها بخصوص السرطان، وحنا ما عندناش حتى في المغرب اليوم إلا ولات موجودة هذه المادة. أولا غادي تكون الأسعار ديالها، علاش؟ لأن منتوج وطني، وغتكون الأسعار ديالو في متناول المغاربة، لأن الأدوية اللي تنشريوها اليوم بالنسبة لعلاج السرطان أدوية مكلفة جدا. ألور إلا نولينا كنتجو من خلال هذه النبتة اللي ربي عطيها لهاد البلاد وكتيمكن لها تنبت في المناخ والتربة صالحة لزراعتها، أعتقد بالعكس لماذا الاعتراض عليها؟ نعتقد أنا سياسي ضيق أكثر منه تقرير مدروس مبني على مبررات علمية من طرف سي بن كيران ولا الحزب الموالي له، واليوم يعرضونه على المجلس الأعلى للحسابات، عفوا المجلس الأعلى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك على المجلس العلمي الأعلى. ما أعتقد أن المجلس العلمي الأعلى سيؤثر في مشروع لا علاقة له بشي حاجة دينية، يمكن يهضر على الخمر، ولكن هذه نبتة الكيف لأغراض مشروعة، هذه الكلمة ديال القانون، استعمالات لأغراض مشروعة ماشي المخدرات. تحدث عن المتابعين في ملف تاع مادة الكيف، في رأيك واش غتكون يكونوا يستافدوا من العفو شامل واش يطبق هذا القانون بأثر رجعي؟ أنا أعتقد هو هذا المطلوب اليوم، أولا إصدار عفو شامل
على كل الفلاحين المتابعين المزارعين الصغار اللي هما الان هربين من العداله او هما معتقلين لهذا السبب، ماشي لبيع المخدرات لانه تنهضروا على زراعه نبته الكيف. اما الذين سيتاجرون في المخدرات او سيتاجرون في المخدرات فيما بعد، هذاك راه القانون تيبدأ ما كيسري عليهم، لان المخدر ما فيهش غير نبته الكيف، راه فيه الكوكايين وفيه عده انواع ديال المخدرات اللي مع كامل الاسف اصبحت تدخل المغرب من النوافذ ديالو، كتجي من الجزائر، كتجي من اسبانيا، كتجينا من موريتانيا، من الحدود يتم تهريب واحد النوع ديال المخدرات، والمخدرات الصلبه والخطيره بما فيه دوك المواد اللي ولات كتعطى للاطفال، مخدرات اللي ولات كتعطى للاطفال في المدارس. لكن هاد النبته بالضبط لا علاقه لها بالمخدرات التي تروج في السوق الوطنيه اليوم، وتيجنيو مراء هذوك ارباب المخدلوبيات اموال طائله جدا. اعتقد اليوم لا بد من العفو الشامل على هاد الناس ويرجعوا وتقنن الزراعه، وغتكون ديك الوكاله الوطنيه اللي جا بها القانون اللي هي غتولي تشريع لهم المحصول الزراعي، وانا ذاك هذا هو اللي غيشجع اولا الاستثمار في هذا المجال. استثمار في ماذا؟ مختبرات، لانه يلا عندنا دو لابوراتوار دو ريفيرونس، جوج ديال المختبرات مرجعيه، المختبر ديال البحث الزراعي تابع وزاره الفلاحه، والمختبر ديال الابحاث والتحليلات اللي تابع للدرك الملكي. هاد جوج المختبرات هما بنفسهم راه مساهمين ومتبعين هاد الملف، لانه هما لديهم الخبره. انا كان مفروض على ان الحزب العداله والتنميه اللي طرح على هذه المجالس يطرح على هذو الخبره العلميه، واش فعلا هذه النبته صالحه لاغراض طبيه ام لا. وهادو عندنا تقريبا راه مختبرات مرجعيه معروفه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. الخصوم تاع المشروع تاع تقليل ماده الكيف تيقولوا وتيتخوفوا بان الماده الكيف يعني غتجي على حساب زراعات اخرى في مناطق اخرى بدل الاكتفاء بمنطقه كسامه والمناطق المجاوره لها. انا رايي المتواضع، اولا هاد الناس هادو درنا لهم زراعه بديله لم تنجح في المنطقه، وبقاو كيعيشوا الوضع ديالهم اللي هو وضع الفقر والهشاشه، لانه هذيك الارض غير صالحه لزراعه اخرى بديله على نبته الكيف، لان الارض والتربه كتصلح لهذيك، وربما من خلالها كيجنوا بعض المداخل اللي هي بسيطه جدا. لكن التوسيع ديالها على المستوى الوطني وفي مناطق اللي ممكن فيها، لماذا؟ الا غير خصها تكون مراقبه، وهذه الوكاله الوطنيه تلعب الدور ديالها على اساس ان المحاصيل الزراعيه تكون هي عندها، غتكون عندها مخازن كبيره باش كتاخذها، باش نقول انا ضروره الاستثمار في هذا المجال، انا غادي نحتاجها لصناعه الادويه، بمعنى خصها تكون عندنا مختبرات ونوجدوها كذلك، لانه هذه المختبرات اما غتستعمل محلي وتنتج محليا هذيك الادويه، او المنتوج ديال ما يسمى بالماده الاوليه غنصدروها لالمانيا، غنصدروها لاوروبا، غنصدروها لامريكا، غنصدروها لدول اخرى اللي عندها ديجا مختبرات. لهذا انا ما اعتقد انه من الضروري حصر هاد زراعه نبته الكيف في مناطق معينه، يمكن نبداو فيها في البدايه، ولكن مع المده خصها توسع في مناطق اخرى اللي ممكن كذلك التربه ديالها صالحه، على اساس تكون مراقبه صارمه، الزراعه ديالها المحصول يحول الى الوكاله الوطنيه. الوكاله الوطنيه هي تكون عموميه ماشي خاصه، لان خص الدوله تسهر على المراقبه ديال المنتوج والمحصول وكذلك التوزيع. والمغرب ها انا غادي يستافد كثير، يستافد من كل الجوانب، دار استثمارات محليه، صناعه محليه، غيولي هو كيصدر ادويه، باع لدول اخرى عنده مداخل بالدوفيز بالعمله الصعبه، اضف الى هذا الرفع من المستوى المعيشي ديال الساكنه، وخاصه كنعرفوا مناطق الان بعد اغلاق الحدود مع سبته المحتله ومليليه المحتله، راكم عارفين المعاناة ديال مناطق الشمال، هذه إضافة جديدة. لهذا لا بد من انفراج حقيقي على أساس أنه هاد النبتة الكيف ليس كمخدر كما يقال، بل هو مادة ممكن
نصدر تنتج عليه مواد كثيرة جدا نافعة للمجتمع، نافعة لمداخل الخزينة، ونافعة للمواطنين والأسر اللي ممكن تشتغل في هذا المجال. سي علي لطفي، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. الله يحفظكم أخي.